أنا عايز مؤلف. أنت عيان؟ ليه؟ عايز مؤلف، أحسن مؤلف في البلد كلها. عايزه ليه؟ اكتب لي ذكرياتي. ذكرياتك؟ مذكراتك يعني؟ أنا مليه وهو يكتب ويطبع الكتاب والناس هتشتريه. هتمليه هتقول له إيه بقى يا عم علي؟ لا أنت أصلك ما تعرفنيش، أنا بطل. بطل في إيه؟ في الطبل؟ لا فوق، أنا اللي هجدت الإنجليز والعباسية وديتهم الكلال. إزاي يا معلم؟ اتبعتهم سرقة لحد ما قالوا حقي برقبتي وفلسعوا. الله، هو أنت اللي خليت الإنجليز يفلسعوا؟ بس خدوا رجلي في سكتهم قبل ما يغوروا. الله، ده أنت واطي بقى وإحنا ما نعرفش. أمال أنا عايز أكتب ذكرياتي ليه؟ عشان الكل يعرف. اكتب. ما هو اللي بيسرق من الانجليز بيكتب مذكراته، واللي بيسرق من المصريين بيكتب مذكراته، واللي طلع في مظاهره غلط بيكتب مذكراته. اكتب. اشمعنى انت اللي مش هتكتب؟ خلي بالك الحكايه دي تخدمك، هيبقى لك اصل وفصل. ايه كلام مش عاجبك ولا ايه؟ مش عاجبني وحيدي النعمه. لا دي ما تنفعش دكونيات. وحيدي ضروب برضه ما ينفعش. هو انت ما عندكش حاجة هنا الواحد يحلف عليها؟ بتاع المذكرات انت يا قمر. حول الله، البقى في حياتي ادي حال الدنيا. مات ليه؟ مات ليه؟ ليه؟ ليه ده يا ولي؟ وبعدين ده كان كده ميت ميت، انت هتحسبيه علينا راجل ولا ايه؟ ما هو ميت من الاول ميت، الفلوس احسن منه. كفالة ربع مليون جنيه. ربع مليون؟ وكيل النيابة طلع جدع. دي فلوسي. بس اكيد هيجي جري على حضرتك عشان تطلعوا منها. هو فين دلوقتي؟ لسه في النيابة. ليه؟ بيعدوا فلوس الكفالة. ساعتين بيعدوا. هانت انا عارف ان حضرتك قلقان. انا مش قلقان من القعده، انا قلقان من اللي جاي. ما تقلقش، لا هقلق لحد ما اعرف حصلت ازاي. واخدنا على فين؟ امشي يا جدع ما تتكلمش. اهلا يا نصاوي. انا ما عملتش حاجه. يا
هنشوف. صندوق. صندوقني يعني ايه؟ هتعرف دلوقتي. لا لا افرموه. هموت هموت هموت. لا ده انت مش هتموت مرة واحدة. انت هتموت حاجة حاجة. هتتلذذ بالموت. انا مش عايز اموت. مش عايز اموت. مش عايز اموت. نزلوه. مش عايز اموت. ايه اللي هد العمارة؟ مش انا. مش انا. ده هو. هو. هو مين؟ هو الراجل. قال لي. قال لي اضرب الاساسات. ليه؟ عشان العمارة تقع وتقول له احميني. ويحميني مش كده؟ كده. طلعني بقى انا في عرضك. انا ما عملتش حاجة. انت الوحيد اللي نفدت من اللانش. فاكر سعيد؟ شقيته بطنه ورمتوه حي في المية. والمسدس بتاعه كان في دماغي. كان نفسي تكون على اللانش ساعة ما نسافته. المرة دي مش هتنفد يا صاوي. لا ابوس ايدك ارحمني. انا قاعد مستنيك من امبارح ما جيتش ليه مش عارف. انا مخضوض. بسم الله عليك من الخضة. دلوقتي انا هروح السجن يا باشا. هروح السجن او انت. دي مصيبه فعلا. ما انا جاي لك عشان تشوف لي حل. ما تخافش. طمني. طيب اطمن. هطلعك منها زي الشعره من العجين. انت راجل يا هيمه. قصدي يا غريب بيه. انا بحبك. اسمع. نعم. اولا انت لازم تتجوز. ليه؟ ليه ده ايه؟ مش تقول هتتجوز مين؟ مين؟ اختي. اختك؟ ايه ما احناش قد المقام ولا ايه؟ لا يا باشا العفو. ده شرف كبير. انما ليه؟ عشان يبقى لك اصل وفصل. جدر يعني. وريث يورثك. تجيب لك حتة عيل ينفعك ويشيل اسمك. ايه مالك؟ انا عاوزك تطمن لي. ما هو مش معقول هتكون جوز اختي واسمح انك تدخل السجن. قلت ايه؟ نقرا الفاتحه. اتجوزه ازاي؟ ده حرامي. هيخش النار يعني؟ ده حرامي بالوراثه. اخلف منه ازاي؟ انت مش هتخلفي منه. انت هتورثي منه. اورث كل اللي حلته. ده بعد عمر طويل طبعا. لا بعد كتب الكتاب على طول. بعد كتب الكتاب هريحه بطلقه واحده. وملوش وريث غيرك. اللي بره واللي جوه. ما هو غير اسمه. بقى اسمه غريب. حتى ابوه واخته ما بقوش من اهله ولا يقربوا له. فرحان في ايه؟ ها؟ اللي واخد عقلك. لا ابدا. اصلي هتجوز. ايه؟ ايه مالي؟ فرحة عادت لسانك ولا ايه؟ هتجوز اخت الراجل. ليه؟ هو مصالح. كارت بلعب بيه. مبروك. اقعد يا عمارة. انا تعبان. ليه؟ اخت الراجل مش عاجبك؟ انت عارفة كان نفسي اتجوز مين؟ مين؟ واحدة زيك. واحدة رحت لها بعربية 10 متر. قالت لي عايز بليل انزل خدها. واحدة زمان. واحد كان عايز يضحك عليها هبدته قلة في دماغه. طب ما تتجوزني. حد يتجوز اخته؟ لو ما كنتش اختك كنت جوزتني. كنت جوزتك يا مارة. مالك يا بنت؟ هيمة انا مش اختك يا هيمة. وعهد الله ما ناخدك. ولا ابويا ابوك. ابويا لقاك في المولد وبعدين اخدك رباك. انا حلمت يا هيمة.
عمري كنت حاسس انك انت ما تنفعش اقبل اي حد في الدنيا. انا ابن مين يا علي؟ انت يا علي اعرف انا ابن مين؟ هيما انت تخلصي خالص، ما انت ضحكت عليا زيه. قول يا علي اعرف انا ابن مين؟ قول لي اعتلك ليه؟ بعد ما ربيتك العمر ده كله بتجازيني ليه؟ ما قلتليش ان انا مش ابنك؟ تسرقني صغير وكبير ليه؟ ما انت بتسرق الناس كلها. انا ما سرقتش عيل من اهله يا علي. قول يا علي اعرف اهلي مين ولقيت فين؟ قول له يابا. لو قلت حاجه انت عايزه اهلي فين؟ انا ابن مين؟ قول يا علي. اسال ابو النضر. ابو النضر مين؟ المكذوب. خير يا بيه؟ اركب. ليه يا بيه؟ اركب ابو النضر. اقفل الباب. ربنا يفتحها عليك. مجاش. اسكت خالص. عارفني؟ هيما بيه. ايوه هيما. انا ابن مين؟ ابن ابن هقتلك. قول. ما انا عايز اقول من زمان. ابن وليه اسمها بركه جت من زمان تزور ام هاشم من منوفيه. منين من منوفيه؟ من بلد اسمها كفر بركه. ابن ضايع منك من زمان. انا ربنا مش هيخيب تعبي تعبي يا ابني. ايه دي شرايتك دي؟ انا غني غني قوي ياما. تعال. غريب بيه؟ ايه مالك؟ انت فين يا غريب بيه؟ ما تسيبنيش يا غريب بيه، الراجل لو عارف مطرحي مش هيسيبني. روح مطرحك وما تخافش. ها؟ بقول لك روح مطرحك وما تخافش، ولو الراجل سأل عليك انا هبقى اتصرف. غريب بيه، بقول لك ايه؟ ايه اللي جاب الست دي هنا؟ انت مالك انت؟ يلا. انت بقى هتعيش معايا هنا؟ ها؟ هو الجدع اللي كان بيكلمك دي انت تعرفه؟ اه بشتغل عندي. اقعد استريح. انت شغلتك ايه؟ بشتغل كتير، بشتغل في حاجات كتير قوي ياما. ده بقى قاعده تانيه وده الحمام بتاعي. اصل شفت الجدع ده كتير قوي ناحيه البلد. اه عند المباني لازم. ما كان بيشتغل ملاحظ على المباني بتاعتي. اللي وقعت ياما. اتفضلي استريحي. اروح اجيب لك شخصيه عزيزه جدا عليا هعرفك بيها. ايه
هنا ليه؟ وهروح فين؟ مش عايز اشوف وشك هنا. انت مش جبت ست والدتك؟ كل ما ابص في وشها بحس انت عذبتها قد ايه يا اخي. يلا امشي. طب افتكر اني ربيتك، افتكر ان العمر ده كله بتقول لي يابا، حتى لو كدب، ما هو كله كدب بكدب. طب استنى تحت ما تمشيش. اه كده انت اتنحلل واكل حلاوه. بتعملي ايه؟ بلم هدومي عشان اروح لأهلي، ولو انا ماليش حاجه هنا. هتروحي فين؟ اروح مطرح مجيد. وتسيبيني؟ خلاص بقى، الماستور اتكشف واللي كان كده. لا حط اختك ولا حط اخوك. الماستور ده كان لازم يبان من زمان، من ساعه ما رجعت من بره. ليه ما قلتليش الحقيقه؟ خفت تطردني ولا خفت اتجوزك؟ هيما. لا انا دلوقتي اسمي بركات، مش انا بقى اسمي بركات. تعال اعرفك على حماتي. تعال يا مرة. يما بركات يا راجل. فين؟ عارفة حسن. ايوه يا سعاده البيه. الست كبيره فين؟ مشيت يا سعاده البيه. مشيت راحت فين؟ ما اعرفش يا سعاده البيه، انا شفتها خارجه من باب الفيلا وما قالتش لحد هي رايحه فين. فين يا أما؟ راجع مطرح في العيشة بتاعتي اللي انت شفتها. وتسيبيني؟ ما انت شايفني اللي دخت عليه 30 سنة ووجع قلبي. ليه يا أما؟ انا في حاجة مش عاجباكي في ايه؟ ما بقيتش ابني. ليه يا أما؟ ليه؟ عارف ابوك مات ازاي؟ العمارة وقعت عليه. عمارة ايه؟ العمارة اللي كنت بتبنيها ناحية البلد. الغفير. الغفير والافندي بتاعك اللي انت متويه، قال لي انت هتحسبيها علينا نفر، ما هو كان ميت ميت. رمالي يا شيخ. هتقدر تلبس ثوب ابوك وتمشي زي ابو ما يرضي الله؟ اذا قدرت انت عارف مطرحي والفرع يرجع لاصله. اهلا اهلا سعاده الباشا، اتفضل. خير؟ هنوفق الرصين في الحلال. قوي قوي. طب فين المأذون والشهود؟ موجودين تحت. اتفضل. اتفضل يا سعادة الباشا. هنا؟ أمال فين الشهود؟ لا شهود إيه؟ دي لو فيها شهود تبوظ. إيه ده؟ بتعمل إيه؟ لا ولا حاجة. هوديك مشوار صغير لغاية جهنم. إيه ده؟ اتجننت يا غريب؟ أنا اسمي هيما. واسم الحي بركات. بركات دي جت ازاي بقى؟ دي شغلانه طويله عريضه، انا مش عايز اطول عليك. ايه ده؟ انت هتعمل ايه؟ هحطك على اول الطريق السريع لجهنم. غريب هيمه اسمعني، انا مستعد. مستعد لايه؟ مستعد تجوز اختك عشان تخلص مني وتورثني بعد كده؟ ها؟ العماره وقعتها ليه؟ هعوضك. هتعوضني عن ايه؟ انا ابويا اللي مات تحتيها. تعرف ابويا مين؟ ابويا الراجل الغفير الغلبان اللي قتلته تحت انقاض العماره عشان اجي لك راكع. هتنازل لك عن اي حاجه. وانا مش هتنازل عن حق ابويا ولا عن حق سعيد. فاكره الواد اللي قلت لهم يرموه في البحر وهو حي؟ الحقوني الحقوني.
الحقوني الحقوني. اسمعوني. محدش هيسمعك. ارحمني ارجوك. هعوضك هستجدك. انا خلاص. خلاص ايه؟ فين الراجل؟ يلا. ابا ابا عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه وده وقته؟ انت عاجبني عشان اروح واسيب الهلومه دي يا اختي. يلا يا هيما يلا. خايفه عليك؟ مش جايز يقتلوك. جايز. مش جايز يبلغوا عنك البوليس. جايز. مش جايز يكون في راجل اكبر من الراجل ده. ده اكيد. مش جايز نوصل لخالتة بركة ونتجوز هناك. انا هبتدي من هناك من كفر بركة. هبني مدارس ومستشفيات ونعيش في امان الله. قولي جايز عشان اطمن. هقول يا رب. Ha ha ha.